لم يفعل هذا الرجل ما يستحق الموت. سآمر بجلده وأطلقه. أيها الوالي، لقد اعتدت أن تطلق لنا سجيناً في عيد الفصح. أطلق لنا باراباس. نعم. وخذ هذا الرجل. نعم، أطلق لنا باراباس. أصلبه. نعم، أصلبه. أنت وأنت اجلدا. ماذا تنتظر يا بيلاطس؟ إنه يسوع. لماذا تعذبونه هكذا؟ اتركوه، إنه المسيح. إنه لم يرتكب ذنباً. ارفعوه. واستمر الشعب يردد بصوت عالٍ: اصلبه، اصلبه. حتى استجاب بيلاطس لطلبهم وأطلق سراح باراباس، المجرم الذي كان مسجوناً بتهمة القتل وإثارة الفتن، وحكم بصلب يسوع المسيح.